كان علي خليل ساعات بيبقى ساعات بيجيب اهداف عالميه وساعات بيبقى مش موفق فما تقدرش. لكن هي مره واحده اللي كان هزار كده، مش هزار يعني، انا كنت عايز سلفه وقدمت ورقه للنادي للكابتن حلمي. هو بيربينا وبيعلمنا وبتاع، بس كان انا علاقتي بيه فيها شيء من ال يعني كان بيضغط عليا بقى ان انا صغير فجيت قلت للكابتن حلمي انا عايز سلفه. سياده اللواء عبد العزيز قبيل قال لي قدم الورقه عشان في مجلس اداره النهارده واحنا داخلين التمرين. قلت له ماشي. فكان اياميها الكابتن حلمي، كان اياميها سياده اللواء قبيل كان مدير عام النادي. فكتبت الورقه عايز 1000 جنيه سلفه. فكتبت الورقه ومضيت عليها وعلي خليل كان عايز سلفة. فالمهم جابوني في المجلس وقالوا لي مش هتاخدوا 500 جنيه سلفة. يا جماعة أنا ظروفي، أنا عندي إخوات، أنا مش عارف إيه، أنا خلاص خدوا قرار إن يدوني ال 500 جنيه. بعد شويه بقى بقدم، بعد فتره اقدم عشان ابقى نديك يعني، بس دلوقتي مش هتاخد 500 جنيه. ظروف الانديه كانت غير دلوقتي خالص. فالمهم علي خليل مقدم زي، فانا نازل على السلم من مجلس الاداره وعلي خليل طالع. ايه عملت ايه وبتاع؟ فانا كنت وانا ادوني الفلوس، الراجل اداني الفلوس، فما اداني الفلوس كان 500 جنيه، كان الفلوس كتير يعني كبيره كده. فانا ايه بلفها بالجرايد عشان ما حدش يشوف بقى انا شايل ايه ولا خدت ايه، فبقت الفلوس قد كده الورقه. فانا قابلت علي خليل وانا نازل قال لي عملت ايه؟ طلعت طلعوا عيني ادوني ال 10000 جنيه بالعافيه ورحت ماشي. فطلع علي خليل بعديها قلت له يا عم دي ناس مفتريه يا عم، ده ادوني ال 10000، قعدت اتحايل عليهم خدت منهم ال 10000، ده بطلوع الروح يعني. فعلي خليل طلع قال لي قالوا له ادوا له 500 ادوا له 500 جنيه. قعد بقى قاعد يقول لهم هو عشان بيضغط عليكم ما بتقدروش عليه. طبعا وزعل وغضب. هي دي الحاله بقى اللي هو علي بقى قعد يعني، وعلي حبيبي جدا جدا محترم ابن حلال يعني. فدي من الحاجات بقى اللي ايه، وانا قلت على فكره قلت اللي قلت لحسن شحاته، كان حسن شحاته قاعدين بيلعبوا طاوله، فقلت له انت حكيت له، فقلت له بص انا هخلي لك علي خليل النهارده مش هينام تعمل ايه. قعدت بقى يا عز هات عز ده قاعد يديني في جرايد بتاع 5 جرايد، كان الجرنان ده تخن كده بتاع 3 4 جرايد بقى، فبقت الفلوس قد كده، فانا شايلها هعملها كده عشان اوريها لعلي. فعلي قال لي عملت ايه؟ قلت له ده يا عم طلعوا عين، ده انا اخدت منهم 10000 جنيه مت عشان اخدهم. طلع بقى دول 500 جنيه بقى راح قاطع عن التدريب.